شيء كيتسمى بل حتى من الكرامة الإنسانية. منين كتقول لواحد السيد انت فقير ومجلد وما عندكش سير الفقير، راك كتحقرو، كتسمى الحقرة هذيك. رجعوا الفيديو ديالها وسمعوا شنو قالت. عمركم طرحتوا واحد السؤال على راسكم اخوتي المغاربه، علاش حنا كنبنيو بزاف بالياجور في المغرب باش يكون التجسس ساهل على الجار ديالنا؟ هذا الشيء هذا اللي غنقول لكم دابا داز منه اي واحد، ولكن ما كيلاحظش هذا الشيء اللي غنقول لكم انا دابا. ملي كنتي صغير وكنتي كتدق على جارتكم، خالتك سعيده ولا فاتحه ولا فاطمه، الولد ديالها منعم اللي كيلعب معاك، كتدق في الدار كتخرج هي كتقول لها خالتي خديجه واش كاين منعم؟ كيحفظ. كيحفظ، وانت راك سمعتي في الدار ديالكم بان مو قالت منعم حط الطبله راه غادي نتغداو دابا حط الطبله، سمعتيها حيت بانين غير بالياجور فارقين غير باليزار، وهي كذبات عليك قالت لك بان منعم راه كيحفظ وهما راهم كيتغداو، حيت ما عندها ما تعطيك مسكينه، داك الشيء اللي عندهم يلاه يكفيهم هما، ما يمكنش تقول لك دخلت تغدى راه منعم كيتغدى، لان الطبسيل صغير، داك الطبسيل الابيض صغير فيه واحد جوج لفتات وجوج خز زوات، يلا يكفي داك الشيء منعم والزوج ديالها وجوج الوليدات ديالها وحدين اخرين، داك الشيء باش حشمات مسكينه باش تقول لك دخلت تغدى مع منعم. حيت الناس ضعفاء تحت الله سبحانه وتعالى، كنا فقراء تحت الله سبحانه وتعالى، القوي هو الله سبحانه وتعالى، وكتقول لك ودي منعم راه كيحفظ وكذبات عليك، ولكن كيف حال يا جور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيدايرين اخوتي بخير؟ كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى ما يرام. شكرا لجميع المتابعين الاوفياء لهذه القناه هذه المتواضعه ولهذا العبد الضعيف. كنشكر جميع الناس اللي كيقتسموا الحلقات اللي كنقدم لكم ما بين الناس باش تعمل فائده للجميع. هذا ان دل على شيء انما يدل على انكم مغاربه احرار، كتبغيو الخير للبلاد ديالكم الا هو المغرب اللي شربنا فيه الماء وكلينا فيه الخبز. كنظن انكم عرفتوني على جيت نهضر اخوتي المغاربه باين من العنوان. جيت نهضر على واحد السيده سميتها رشيده الراسي اللي وقع لها مشكل مع بنتها يسرى، اسم على مسمى يسرى كتشبه ديك يسرى بنت الملقب ببكريشة. اللي ما لاحظتوش اخوتي المغاربه بخصوص هذه القضيه هذه ديال عائله رشيده الراسي، العديد ديال الناس ما لاحظوش هذا الشيء اللي غنقول لكم دابا. الا لاحظتوا السميه ديال البنت ديالها يسرى كتشبه السميه ديال يسرى بنت الملقب ببكريشة، سبحان الله العظيم، اسم على مسمى، مشكل على مشكل، نفس المشكل. بحال الا قلتي سيناريو اخر كيتعاود ولكن سميتو رشيده الراسي ويسرى، وهذاك بكريشة ويسرى، يعني سيناريو واحد ولكن كيتعاود بحلقات اخرين والمنطقه مختلفه، سبحان الله العظيم. هادو في تمارا وقيل رشيده الراسي والاخر في فاس. هادشي اللي خصكم تلاحظوا اخوتي المغاربه، يسرى يسرى. ولكن انا ما جيتش باش نقول لكم هادشي، هذا النهار نقول لكم اودي السميه راه كتشابه، اسماء كيتشابهوا. اللي جيت نقول لكم انا هو ان هذاك ملقب بكريشة داير في الاسم ديال القناه ديالو أسرة مغربية، هو كيمثل الأسرة المغربية على أحسن وجه في العالم العربي، أسرة مغربية. هي دايرة رشيدة الراسي وحتى هي كدير الروتين اليومي ديالها مع الولاد ديالها والزوج ديالها الإيطالي، يعني كلهم كيمثلوا الأسر المغربية على أحسن وجه في الخارج. اللي جيت نقول لكم هنا أخوتي المغاربة، وكنتمنى الرسالة ديالي توصل لهاد السيدة هذه اللي سميتها رشيدة الراسي، وغادي نمشي معكم دقه دقه باش نفهمكم بعد هاد السيده هذه كي كانت قبل وكي ولات، يعني باش تفهموا حتى القصه ديالها. اللي ما شافش القصه ديالها، شفت واحد النهار واحد الفيديو ديالها عجبتني، حيت هي مراه مناضله مكافحه. انا كنقول ايجابيات ديال الشخص والسلبيات ديالو، ما عنديش لغه الخشب انا هنايا في هاد القناه هذه المتواضعه. هاد السيده هذه كانت كتخدم رسوفوره في تمارا في المغرب، دوزات يعني المحن، دوزات الفقر المدقع، سكنات في البرارك، دوزات اي حاجه، حرقت الطاليان، سهل عليها الله، تزوجات السيد هذا الايطالي، وقيل كان محاسب قبل شافها في شي بلاصه مع شي بنت تزوجها، ربي شاف من حالتها وسهل عليها، ولقاها مع واحد السيد ايطالي تزوج بها، نقدها من الفقر ونقدها من ديك الحاله اللي كانت يعني فيها، حيت هي كانت بلا اوراق، ومن بعد دارت الاوراق ديالها، يعني ربي نقدها وانتشلها. داك الايطالي دار فيها خير كبير، ومن بعد داك الايطالي دخل الاسلام، يعني ضربت عصفورين بحجره واحده هاد السيده هذه، يعني ضربت عصفورين بحجره واحده، جاب لها الله الراجل نقدها، في نفس الوقت دخل الاسلام. من بعد اقترحت عليه باش يدخلوا للمغرب بحكم ان المغرب زوين والشمس وتقرب للعائله ديالها، والراجل ديالها ربما كيخدم شي خدمه مزيانه اللي كاينه في المغرب، اقترحت عليه باش يدخلوا للمغرب، داك الشيء اللي كاين الراجل ديالها تبعها دخلوا للمغرب، الاولاد كبروا في المغرب تعلموا الدارجه، باهم ايطالي كيبقى ديما ايطالي، خوتو كيجيو عندهم الطاليان كيشوفوه مره مره للمغرب لتمارا بالضبط، سهل عليها الله، مسك عليها الله، كانت يعني في الفقر المدقع ولات يعني لاباس عليها، كي كنقولوا حنايا كيقطع الانسان الواد وكينشفوا رجليه. اللي جيت انا نعقب عليها هذا النهار ونعقب عليها، نقول قلت لك الايجابيات ديالها والسلبيات ديالها، هاد السيده هذه عندها قناه
القناه ديالها خدمات الله يسهل عليها ويسهل على الجميع. حتى انا راني عندي قناه درت ما يزيد على 700 فيديو، ولكن انا ما عمري خرجت كنقول للمغاربه والدره وقع لي مشكل مع المراه ضربتني ضربتها ولا مع الاولاد ديالي ولا كذا ولا هادشي. هذا ما كندخلوش انا في القناه ديالي، المسائل الشخصيه ديالي كاينه المحكمه وكاينه الكوميساريه، لو وقع لي مشكل كنخليه في داري، انا ما كنشرش الغسيل ديال ولادي وديال مرتي. اي واحد كيوقع له مشكل مع المراه ديالو المسارن كيدبزو في الكرش، ولكن ما نخرجش نقولوا للناس، حيت انا ماشي المحتوى ديالي باش نخرج نقول للناس المشاكل ديالي. هادشي علاش جيت انا نعقب على هاد السيده هادي. هاد السيده هادي قال لك بان البنت ديالها تعرفات على واحد السيد، على واحد الشاب. هذاك الشاب هذاك قال لك هي بالعظمة ديال اللسان ديالها بان كان كيكري تويرك واحد الطوموبيل كات كات وكيجيبها غير كاريها ماشي ديالو، هي كتهضر غير على الطوموبيل، كرا الطوموبيل ماشي ديالو، يعني خص تكون ديالو يكون لاباس عليه، يعني وكا كان غير لاباس عليه وديالو كلشي وعنده فيرما ما غتخرجش هي تغوت وتقول بنتي بنتي، حيت داك السيد لاباس عليه اللي تزوج البنت ديالها. خرجات من فوق هادشي كله كتنعت العائله ديالو اللي ما دارت والو. المرات الكبير اللي ارتكبت هاد السيده هادي اللي سميتها رشيده الراسي، وهو انه خرجات كتنعت العائله ديال الشاب اللي تزوج بالبنت ديالها بانهم فقراء ما عندهم حتى سنتيم وكتعيرهم مجلفين ما عندهم حتى ريال وكذا وفقراء. العائله ديالهم ابرياء والفقر ماشي عيب، حتى انت كنتي فقيره في الماضي كي قلت لكم وقطعتي الواد ونشفور رجليك، كتقولي دابا هذوك فقراء وما عندهمش، وانت ولا عندك الكاتكات الفيلا الطونوبيلات الريستورون، الله عطاك الرزق ولكن ما عرفتيش كيفاش تعاملي مع ذاك الرزق اللي عطاك الله سبحانه وتعالى، وخرجتي كتنعتي العائله ديال الزوج ديال البنت ديالك بانهم فقراء ومجلدين وما عندهمش وفقراء. هما ابرياء بعاد على المشكل، هضري على الزوج ديال بنتك، اش دخل العائله ديالو في الهضره الا كانوا فقراء ولا لاباس عليهم، اش دخلهم هما في الهضره؟ وعلاش خرجتي كتنعتيهم داك النعوت؟ حيت داك الشيء كيتسمى الحط من الكرامه الانسانيه. منين كتقول لواحد السيد انت فقير ومجلد وما عندكش سير الفقير، راك كتحقرو كتسمى الحقره هذيك. رجعوا الفيديو ديالها وسمعوا شنو قالت على العائله ديال الزوج ديال المراه ديالها، حنا ما كنخرجوش نهضروا عن عابات. سمعوا هنا اخوتي المغاربه شنو غادي تقول البنت ديالها يسرى، ونواصل معكم الحديث ان شاء الله الرحمن الرحيم. انتوما اللي مساكن هذيك راه كتاكل على ظهركم الزبابل ديال الفلوس، وانتوما رشيده زوينه متواضعه، راه تشوفوا ملي كاين شي حد يسلم عليك كدور وجهك كدا تخنزر. رشيده كتموت على الفلوس، رشيده عاشت حياتها في الفقر، ملي جاو الفلوس حست بشي حاجه. رشيدة تدير على ظهركم الفلوس وما لقات ما تهضر قالت لك راجلي نصاب، ودابا خارجه بفيديو. ماشي ماما، ما عنديش ام انايا، انا امي هي اللي رباتني، هي جداتي، راه هضرات معايا وسمعت لي معايا والو. ما سمعتم وكما شاهدتم اخوتي المغاربه بنتها يسرى شنو قالت. شحال من واحد دابا غادي يخرج وغادي يعقب عليا وغادي يقول لي عقوق الوالدين، هي مسخوطه وكذا عقوق الوالدين، انت كتساند هذا الشيء هذا كتساند عقوق الوالدين، هي مسخوطه ديال الوالدين، هذيك ما كما بغات تكون ما باك غيكون سكران شاد دي طرو ديال عشاء طويله ديال الروج بحال هكا وكيقرقب فيه وسكران وجاي في الحومه سكران كيديه الريح وكيقول لك اميلود راني ساخط عليك اولدي، راني ساخط عليك اولدي اميلود، عطيتك السخط ديال الدنيا وديال الدين وديال السماء، ما كعرفتش شنو كيقول، كيخلط الدين مع السماء مع الدنيا، راني ساخط عليك اولدي، علاش ساخط عليك باك؟ حيت ما عطيتينيش 50 درهم نكمل السكره ديالي نرجع للديبو نشري ايطرو اخذ ديال الروج. عندنا الثقافه في الدول العربيه والاسلاميه ديال السخط، مسخوط الوالدين مرضي الوالدين. هذيك الهضره هذيك بالنسبه لي انا خاويه، الا كان باك سكيري وزنديق وقمار السخط ديالو ما دايش، خص يكون موديل بالنسبه لك انتيا. فعلا راه باك هذاك واخا يكون زنديق وقمار وسكايري غتمشي تقلب عليه في الزناقي وتهزو، راه باك هذاك فعلا، راه ربي قال هذا الشيء هذا وسع الوالدين، واخا يكونوا سكايريه ولا راه باك هذاك غتقلب عليه في الزناقي وتهز باك وتجيبو للدار دوشلو وتوكلو وتغطيه بالكشه واخا يكون سكران باك هذاك. ولكن انا ما كنقولكش تبع داك الشيء اللي كيقول لك الا كان سكران، الا كان سكران وقال لك اجي ندوزو مع الطريق ونقص في ديك الحفره ولدي ما تخافش غتنقز انت في الحفره، راه هو سكران ما كيعرفش شنو كيقول. ولكن قلت لك انا هز باك من الزناقي الا كان سكران وديه للدار، راه باك هذاك كما بغى يكون، اللحم ملي كيخنز كيهزوه ماليه. كيف يعقل لامراه مسلمه متحجبه كتخرج في الطوموبيله ديالها باش تخاطب عباد الله، كتخاطب العالم الاسلامي والعربي، حيت ديك الحلقه ديالها شافوها الناس في الدول العربيه كلها تقريبا، حيت الفيديو ديالها دار مليون وزياده دونك شافوه الناس في العالم العربي، كتخرج كتخاطب عباد الله كتنشر الغسيل ديالها وكتفوه بحماقه
ما خصوش يتفوه بها مسلم هاد الحماقه اللي قالت. رجعوا للحلقه وشوفوا اش قالت. هذا ما جاء على لساني، هاك نشد انا بنادم من فمو تفوهات بحماقه. قالت لك بان الشراب ماشي عيب، الشراب ماشي عيب، اللي عيبه هو النصب. خصها غير الفلوس ما ينصبش عليها بالفلوس، ولكن الشراب الكارو الحشيش الشيشه وداك الشيء كله هذاك الزنديق كله ماشي عيب عند هاد السيده هذه اللي دايره الحجاب وهي مسلمه بفطره. قالت لك بان الشراب راه ماشي عيب، غلط كبير ارتكبتيه. الا لا رشيده الراسي، رجعي للحلقه ديالك وحذفي داك الكلام اللي قلتي، لان الشراب مذكور في القران. الشراب راه حرمه الله سبحانه وتعالى، راه من المحرمات. الا لا رشيده الراسي، انما الخمر والميسر والانصاب والاسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. عديد ديال الناس خرجوا كيهاجموا بنت رشيده الراسي يسرى، خرجوا كيهاجموها بالعاق. قالك بان هي مسخوطه ديال الوالدين، هاجموها بان هي راه مسخوطه ديال الوالدين. العديد ديال الناس ما لاحظوش واحد القضيه ملي خرجوا كيهاجموا يسرى بنت رشيده الراسي بانها هي مسخوطه ديال الوالدين. خصكم تلاحظوا بانها هي ايطاليه في الاصل، باها طالياني، حنا كنتبعوا لبانا النسب ديال الوالد ماشي ديال الوالده. العرق ديالها طالياني، عندها واحد العرق طالياني، هادشي اللي ما لاحظتوش. الثقافه ديال النصارى واخا هي كتهضر بالدارجه وبكلشي وكذا، ولكن كتبقى ديما ايطاليه، عندها واحد العرق ايطالي. الثقافه ديال النصارى كتختلف على الثقافه ديال العرب. النصراني الا شاف با ديفو كيعيط له بالسميه ديالو، كيقول له اش درتي اش درتي، ويقدر يبلغ به حتى البوليس الا شاف فيه ديفو، شافو شفار ولا دار شي حاجه ما عجباتوش مثلا، ولا تكرفس على امه مثلا، هو كيبلغ البوليس وكيشهد الضبا، كيقول لهم بان راه ضرب امي وما يكذبش. كيقول لهم ضرب امي بالقرعه للراس وطاحت وكذا، وبا راه اش كيدير، وبا كيسرق الغازوال، وبا كيدير هادي، كيشهد الضبا. ما عندهمش ديك الثقافه اللي عندنا حنا ديال السخط والرضا وكذا. الا شاف با ديفو كيخرج كيقولها له ديريكت في الوجه ديالو. الثقافه النصارى كتختلف على الثقافه ديالنا حنايا المسلمون والعرب بصفه عامه. داكشي باش قلت لكم هاد السيده هادي المسمات بيسرى خرجات وكتفرش امها بالدارجه تدريجيا، حيت شافت داكشي اللي ما خصوش يتشاف، وبقى لها في الخاطر ديالها وما قدرتش باش انها كذا، حيت ما فيهاش النفاق، حيت الاوروبيين هنا ما الا كان شي حاجه كيقولها لك فاس ما فيهمش النفاق. وخرجات كتقولها ديريكت في العلن، كتقول لهم اش درتي اش درتي اش درتي، حيت هي عندها عرق ايطالي كما قلت لكم. كاين هادشي اللي ولينا كنشوفوا اخوتي المغاربه مؤخرا في السوشيال ميديا، واحد كيبين المراه ديالو وكيدير معاها مقاليب وكيطيح مثلا، والمراه كتجي كطيح عليه، راجلي العزيز والكشاكش خارجه، وكيشوهونا كيشوهوا السمعه ديال المغرب في الخارج. وهادشي هاد الناس هادو اللي كينشروا الغسيل ديالهم مثلا في لي ريسو سوسيو، كيخرجوا راجلي دارت لي، بنتي دارت لي، البنت كتعاير مع امها. هادشي هذا ما عمرنا شفناه، الله يستر اخر الزمان. هادشي هذا اللي كنشوفو راه اخر الزمان هذا، الله يستر، غير اللي يدير شي تاويل الخير وصافي. داكشي باش كنقول لكم ديما الله يستر. المغرب راه غيضربوا شي تسونامي، راه جاي في الطريق، راه مقلع من الهند، راه جاي منعنا من الزلزال، ولكن راه التسونامي راه جاي في الطريق الله يستر. هادشي اللي ولينا كنشوفو، شوف بنادم شنو غيدير وشنو كيدير على الفلوس، كيحيد الحوايج ديالو على الفلوس. يعني ما بقاتش الكرامه ديال الانسان كتسوى والو امام الفلوس، الشخصيه ديال الانسان ما بقات كتسوى حتى شي حاجه، الله يستر. خير الكلام ما قل ودل، اظن ان قلت ما فيه الكفايه. الله يهدي ما خلق، الله يهدي الجميع. نتمنى ليله سعيده للجميع، الى الحلقه القادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم يا رب.